فازت الهيئة العامة للاستثمار بمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بلجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار للفترة من 2023 وحتى 2025. جاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب أثناء مشاركة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته 27 المنعقدة بمدينة نيودلهي بدولة الهند، حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة على هامش هذا المؤتمر، وتم انتخاب أعضاء لجنة التسيير التابعة للرابطة ضمن فعاليتها، حيث حصلت الهيئة على 29 صوتا مقابل 11 صوتا لوكالة ترويج الاستثمار بموريتانيا التي كانت مرشحة لنفس المنصب.